السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات ننتقل وإياكم مع الدرس الموالي أو الجزء الثاني من صورة الجن وذلك في مكون التربية الإسلامية الخاص بالمستوى السادس مدخل التزكية فرع القرآن الكريم إذا الجزء الموالي هو الجزء الثاني من الآية الحادية عشرة إلى الآية عشرين إذا قبل أن ننتقل إلى هذا الجزء نتعرف على أهداف تعلمنا لهذا الجزء وهي دائما الهدف الأول أن أرتل الآيات وأتعرف معانيها وأحفظها. ثم أن أتعرف أن مصير كفار الجن هو النار. وأن أعبد الله وحده ولا أشرك به شيئا. اذا قبل ان ننتقل الى هذا الجزء لا بد ان نتذكر جميعا يعني ما مضى معنا في الجزء الاول اولا لماذا سميت صوره الجن بهذا الاسم اذا نتذكر جميعا سميت صوره الجن بهذا الاسم نعم لانها تسرد علينا قصة الجن الذين سمعوا القرآن الكريم. ثم ما نوع هذه الصورة؟ أهي مكية أم مدنية؟ ثم ما ترتيبها في المصحف؟ إذا كما أشرنا هذه الصورة صورة الجن هي صورة مكية وترتيبها في المصحف نعم نتذكر إذا ترتيبها هو 72 اذا كما اشرنا هي نزل هي جاءت بعد صورة نوح وبعدها تاتي صورة المزمل ثم ما موضوعها العام نعم كما اشرنا ان موضوعها العام هو قصة الجن الذين استمعوا القرآن فآمنوا بالله مر معنا في الدرس السابق قاعدة نقل حركة الهمزة حاول أن ترتل العبارة القرآنية الآتية محترما قاعدة حركة الهمزة نعم إذا حاولوا جميعا إذا نقرأ هكذا قولي ندري قولي ندري قولي لنا لينا لينا أصلها قل إن إذا قل إن ثم إن أ أدري لدينا الهمزة الأولى تنقل حركتها إلى اللام والهمزة الثانية تنقل حركتها إلى النون إذا نقرأ قولي ندري قولي ندري ثم ماذا كان الجن يعملون في السماء قبل البعثه؟ ماذا كانوا يعملون؟ اذا راينا انهم يصعدون الى السماء ويتخذون امكنه هناك ليجلسوا فيها ماذا كانوا يفعلون؟ نعم كانوا يستمعون ويستمعون ويتحرون اخبار اخبار السماء من الملائكه بماذا وصف النفر من الجن القرآن عندما استمعوا له وصفوا القرآن ب... بعبارة ما هي ماذا قالوا؟ م? قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا وصفوه أنه كلام عجيب وأنهم لم يسمعوا مثله من قبل هل الجن مكلفون كالإنسان؟ نعم إذا الجن كما رأينا كذلك نعم مكلفون كالإنسان فمنهم من سيدخل الجنة ومنهم من سيدخل النار وهم مكلفون بما كلف به الإنسان كذلك نستمع إلى آيات الجزء الذي معنا وهو الجزء الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال إنما أدعو ربي. ولا أشرك به أحدا إذا بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات لا بد أن نتعلم قاعدة تجويدية إذا قاعدة هذا اليوم إن شاء الله لننتبه لهذين لهذه المثالين قال الله عز وجل: آمنا وقال كذلك: الذين آمنوا، إذا ننتبه هنا الهمزه ماذا جاء بعدها؟ جاء بعدها حرف مد الذي هو هنا هو الألف، نفس الشيء هنا الهمزه جاء بعدها مد حرف الألف. ماذا حدث؟ فإننا نقوم بمد هذا الألف مدا متوسطا، يعني مقداره أربع حركات على على المعمول به المعمول به هنا في المغرب، إذا نقول هذه القاعدة هي مد البدل، مد البدل، إذا متى يكون مد البدل؟ إذا جاء بعد همز، يعني المقصود همزة قطع هنا، همز قطع. إذا جاء بعد همز حرف مد التي هي الواو والألف والياء فإنه يمد مدا متوسطا إذا نقول آمنا أعيد معي آمنا نعم المثال الثاني الذين امنوا نعيد امنوا اذا هكذا ان شاء الله نقراها وامثله اخرى فهذا المد فهو كثير في القران الكريم ومن امثلته كذلك قول الله عز وجل في هذه الصوره كذلك قولوا حي او أوحي ماذا تلاحظون؟ همز القطع يعني قبل أن يحدث له نقل حركة الهمزة فجاء بعده حرف المد الذي هو الواو، إذا نقول: أوحي ولا نقول أوحي، أوحي نمده مدا متوسطا على يعني على المشهور عندنا، إذا نقول: قولوا أعيدوا. قلوحيا ثم المثال الآخر متكئين ماذا نلاحظ إين الهمزة جاء بعدها حرف الياء إذن أعيد معي متكئين متكئين نمدها كذلك قول الله عز وجل في هذه الصورة كذلك فآمنا به إذن الهمزة جاء بعد الألف إذن أعيد معي فآمنا به نعيد نعم فآمنا به جميل إذن بعد أن تعرفنا على القاعدة التجويدية ننتقل إلى مدارسة الآيات. إذن قال الله عز وجل في الجزء في هذا الجزء: وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. الجن يعني تتحدث عن نفسها فماذا قالوا؟ أن منهم الصالحون ومنهم غير غيره غير ذلك يعني الطالحون. ماذا قالوا كنا طرائق قددا طرائق قددا بمعنى جماعات كثيره جماعات كثيره فمنهم كذلك جماعات الصالحون وغيرهم ثم وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا هنا لدينا ظننا ظننا في في هذه الآية المقصود به بمعنى أيقنا نحن متيقنين يعني بعد أن آمنوا بالله ما دخلوا ظننا أنهم متيقنون أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرب يعني لن يعجزوه إن أراد أن يفعل بهم شيئا ولا مفر لهم من الله "وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به، لما سمعوا الهدى الذي هو القرآن الكريم والرشد ماذا فعلوا؟ آمنوا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا فلا يخاف نقصانا، لا يخاف أن ينقص من أجوره أو شيء من هذا القبيل، فلا يخاف بخسا ولا رهقا" رهقا يعني ظلما ولا عدوانا فالله عز وجل لن يبخسه يعني لن ينقص من اجورهم ولن يظلمه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ثم قالوا كذلك: "وإنا مِنَّ المسلمون ومنا القاسطون" فمنهم المسلمون ومنهم القاسطون يعني الجائرون الكافرون الذي الخارجون عن دين الله وعن الصراط المستقيم فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا، يعني الذين اسلموا من الجن وغيرهم كذلك فهم تحروا رشدا، يعني يبحثون عن الحق والصراط المستقيم. اما القاسطون، يعني الكافرون الجائرون فما جزاؤهم؟ فكانوا لجهنم حطبا، الحطب الذي تسعر به جهنم والعياذ بالله. اذا في هذه الايات يعرفون الله عز وجل بعالم الجن وبطبائعهم على لسانهم طبعا فمنهم الصالحون العابدون لربهم ومنهم غير ذلك فهم منقسمون الى فرق وجماعات مختلفه كذلك ان الجن لما سمعوا القران امنوا به لماذا؟ لانه من يؤمن بالله لا يخاف ظلما ولا ولا ينقص من ولا ينقص من اجوره ثم كذلك انه من الجن مسلمون ومنهم الكفار، اذا كما الانسان منهم المسلمون والكافرون كذلك الجن فيهم المسلمون وفيهم الكافرون. ثم يقول الله عز وجل يعني استمرارا في الايات: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني لو استقاموا، الله عز وجل يخاطب اهل قريش ان لو استقاموا على الطريقة وعلى الصراط المستقيم لأسقيناهم لأعطاهم لا الله عز وجل ولأنزل عليهم الماء المطر الغزير وغدقا، اذا استقاموا على الطريقة بمعنى على شريعة الله عز وجل. ثم غدقا يعني غزيرا وكثيرا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا يعني من أعرض عن ذكر الله من أعرض عن القرآن الكريم عن عما عن أنزله الله عز وجل ما جزاؤه نسلكه يعني سيأخذه الله إلى العذاب الصعد كن عذابا صعدا يعني عذابا لا راحة فيه أبدا ثم يستمر الله عز وجل ويقول لنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لا يجوز أن نشرك بالله أصلا في اي مكان وبالاخص المساجد فالمساجد مخصصه للعباده فقط وليس للتجاره او ما شابه ذلك وانه لما قام عبد الله يدعوه يعني عبد الله المقصود به هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو الله كادوا يكونون عليه لبدا من من هم الذين كادوا يكونون عليه يعني الجن يكونون عليه لبدا لبادا بمعنى متراكبين من كثرة متراكبين بعضهم فوق بعض من شده الازدحام يريدون ان يسمعوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله فماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا في هذه في هذا الجزء الآية السادسة عشرة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، سنتعرف على سبب نزول هذه الآية. فعن مقاتل قال في قول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا قال: نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر سبع سنين. إذا هذا هو سبب نزول هذه الآية، وأنزلها الله يعني ليس فقط لقريش وإنما لكل الناس إلى يوم الدين، يعني أن لو استقمنا على الطريقة فإن الله عز وجل سيسقينا المطر الغزير ولن ينقصنا شيء. إذا في هذه الآيات نجد أن الاستقامة على شرع الله سبب الخير الكثير، كذلك المساجد مكان مكان لعبادة الله وحده اذا آه يعني انتهى شرح هذه الايات ننتقل ماذا نستفيد؟ اذا اعتبر واتشبع بالقيم من استقامتي على الدين تعلق قلبي بالمساجد وان المساجد لله ثم ذكر كذلك الاستقامه اذا من الاستقامه على الدين ان يكون قلبي معلق بالمساجد واذا نجتهد ان تكون قلوبنا معلقه بالمساجد ثم كذلك الايمان بكل ما اخبر به الله في القران من الغيبيات لا بد أن نؤمن بكل ما أخبر به الله في القرآن الكريم فالله عز وجل لا يقول كذبا أبدا إذا كل ما أخبر به فهو صحيح سواء كان من الغيبيات أو غيره ثم عدم جواز استرضاء الجن بالتمائم والذبائح فعندما نرى شخصا مثلا خصوصا من عائلتي او الاقربين يعني يذهب ويلتجئ الى المشعوذين والسحره فيجب ان انهاه، لماذا؟ لانه لا يجوز استرضاء الجن بالتمائم والذبائح وغير ذلك من انواع الشعوذه لطلب العلاج او شيء من هذا القبيل. فمن اراد العلاج وغيره فعليه ان يستقيم فخير الله كثير جدا. إذا ننتقل إلى تقويم السؤال الأول مر معنا مد البدل مد البدل إذا متى يكون مد البدل وذكر مثالا إذا تذكروا جميعا إذا مد البدل مد البدل متى يكون يكون إذا جاء بعد الهمز حرف حرف مد يعني ألف أو واو أو يا مثالا فمرت معنا أمثلة كثيرة منها نعم آمنا آمنوا متكئين هذه أمثلة سؤال موالي هل الجن مسلمون أم كافرون أم ماذا؟ نعم؟ إذا هل الجن مسلمون؟ إذا أم ماذا؟ ها؟ ماذا مرنا معنا؟ إذا مر معنا أن الجن فيهم المسلمون وفيهم الكافرون كذلك. ما جزاء الاستقامة على شريعة الله المستقيم على شرع الله ما جزاؤه؟ ما جزاؤه؟ جزاؤه أن يعطيه الله الخير الكثير من مطر وزرع وغيره، يعني قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، يعني غزيرا وكثيرا. ثم اذكر الآية أو أذكر الآية أذكر الآية التي تحث على تخصيص المساجد لعبادة الله وحده، إذا ما اذكر الآية التي تحث على أن المساجد لعبادة الله، يعني قوله تعالى: نعم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ثم يعني بعد هذا التقويم ننتقل إلى التعلم الذاتي هنا دائما أستمع جيدا إلى هذه الآيات حتى لا أخطئ عند حفظها ثم أحفظها حفظا جيدا وأستظهرها كتابة إذا أحاول أن أتدرب على كتابتها وأستظهرها مرتلة على أحد أقاربي مراعيا قواعد التجويد خصوصا قاعدة مد البدل التي أشرنا إليها ثم كذلك أبحث عن آداب المسجد فللمسجد آداب يعني خصها خصه الله بها يجب أن أبحث عليها حتى ألتزم بها إذا إلى هنا تنتهي حصتنا لهذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله